أيضا انتبه قوله يصلون معنا، هذا يستفاد منه فائدة جليلة جدا عظيمة مهمة في باب الصلاة، أن الرجال صلاتهم معا في بيوت الله سبحانه وتعالى. الرجل يصلي مع الرجال في المساجد، يصلون معنا. الرجل يصلي مع الرجال في المساجد الصلوات الخمس، هذا الرجولة، مثل ما قال الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. ماذا؟ رجال. الآن إذا أرادوا أن يتحدثوا عن الرجولة ويملأ الواحد يده يقول رجل فلان رجل، الرجولة في الصلاة، الذي يصلي مع أنثاه في البيت زوجه ولا بنته ولا أمه، وين الرجولة؟ والرجال في المساجد يصلون. أما الذي لا يصلي أصلا دعك من هذا، هذا خارج من الدائرة أصلا. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لكن إذا كان يؤذن في بيوت الله سبحانه وتعالى التي رفعت من أجل أن يأتي الرجال يصلوا فيها مثل ما في الآية المتقدمة، ثم يبقى الرجل بدون عذر، إن كان معذورا لا حرج، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، إذا كان معذور مريض لا حرج عليه، لكن صحيح ومعافى ثم يؤذن للصلاة في المسجد ويجلس مع أنثاه في البيت زوجه ولا مع أهله ويصلي في البيت، أين هو من هذا الوصف؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. ولهذا لما وصفوهم هنا بالأخوة الدينية ذكروا هذه الرابطة التي جمعتهم بيت الله سبحانه وتعالى، خمس مرات يجتمع فيه المسلمون. وهذا أيضا فيه فائدة، أن الصلاة في بيوت الله سبحانه وتعالى توثق الأخوة وتعمق الأخوة الدينية والرابطة الإيمانية، وتوجد لحمة قوية بين المصلين، خاصة إذا كانوا يعطون الصلاة حقها، يبكرون ويطمئنون. ولهذا كم وكم من التحاب في الله نشأ وين؟ ها يا أخوان، في بيوت الله. كم من التحاب العميق في الله سبحانه وتعالى من أشخاص لا يجمعك بهم لون ولا يجمعك بهم لسان ولا يجمعك بهم قرابة، وتجد في قلبك محبة عظيمة لهم في الله سبحانه وتعالى، عظيمة جدا ما وجدت إلا في بيوت الله سبحانه وتعالى، ولا نشأت إلا في بيوت الله سبحانه وتعالى. فهذا يدلنا على أن الصلاة شأنها عظيم، مكانتها في الدين عظيمة. هذا الذي ضيع الصلاة في المساجد ضيع خيرا عظيما، حرم نفسه من خير عظيم، حرم نفسه من بركة، من فضل، من أجور، من معاني جليلة جدا يفوز بها في دنياه وأخرى، حرم نفسه منها. فالصلاة لها شأن، الصلاة لها مكانة، الصلاة لها منزلة في بيوت الله سبحانه وتعالى، كما أمر رب العالمين. قالوا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا، كانوا يصلون معنا، يصلون معنا وين؟ في بيوت الله، في المساجد التي إنما بنيت وشيدت من أجل أن تقام فيها الصلاة ويقام فيها ذكر الله سبحانه وتعالى. قالوا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون، لفظه في مسلم كانوا يصومون يصلون معنا ويصومون ويحجون، أدخلوا النار. قال الله عز وجل اذهبوا فأخرجوا من عرفتم، اذهبوا فأخرجوا من عرفتم. نوع المعرفة هنا لابد أن نتبينه، المعرفة معرفة الإيمان، يعني عرفتهم صلاة وصيام وعبادة، هذا المراد بالمعرفة.